سيداتي وسادتي، طابت اوقاتكم بكل خير. تحياتي من هنا من احد اهم التحف المعماريه بالتاكيد والملاعب العالميه، ملعب دائما ما يشهد مواجهات كبيره وكبيره جدا. انه اليوم الاوروبي الاهم للساحره المستديره بالقاره العجوز. تمهيد الأروع لأي مباراة، الموسيقى الرسمية لدوري أبطال أوروبا. رودريغيز يلعب كرة قصيرة، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. لقد فعلوها، إنهم الأبطال عن جدارة واستحقاق. يا له من إنجاز هائل، وبالتأكيد ستستمر احتفالاتهم طوال هذا الليل. الأبطال يحققون الكأس اليوم، هذه بطولتهم بعد أن قدموا كرتهم ومتعتهم. هيا لنحتفل معهم.